مازلت بحضنا في الكوجينة، عملنا مع الشيف أمين اليوم، عملنا الفون دو تارت وعطانا أحسن غوسيت متاع تارتلات سكري تجي بنينة وهشوش ومش حلوة ياسر. فوالا، وعملنا الكرنبل اللي ثلجناه ولي بوار لي بوار هما طيبين كاراميليزي بردوا شوية باش ما يهلكوناش الباتسا بلي. جست الفور نتاعك قداش سخون؟ 170 170 نقصهم قد قد هذا هذه متاع أربع تارتوات 300 غرام بوار هما جوست الأربع تارتوات تازاس كما يقول ولدي تازاس جوست نحلوهم في البلايص كل باش منين ما تقدم تلقى البوار هذو ما طاحولنا هنا فوق البوار باش نزيدو شويه كونفيتور ابريكو قبل ما نسكروا بالكرنب. تو ريزون سامحت نسيتها الحكايه الوغ هي بن على بن. اعطيني مغفى من غادي. توت سويت شيف. انا جربتها بسيت الكونفيتور هذا يبين لك اليوم فيش معناها ناتوريل خاطر كان جا فيه كيفاش يقولوا حاجه تشدو راهو زاد تسكر بعد ما يطيب. فهمت. حتى كي كليتها من بعد الكونفيتور قعد ليكيد معناها ما قلقناش. قص. توت سويت. جيست باش نعمل دورة هكا وعطات الجو نتاع البوار مع لابريكو وعطات بالكدا لاسيديتي نتاع لابريكو وهوني راهو اللوز تزيد فيها اللوز باش نلقاوها في الباد تاع الكرمبل اللوز باش نلقاوها في الباد زيد اللي عملنا بها الفون دو تارت باش يعطي برشا نشوفوا كيفاش تو مش غابيو الكرمبل نتاعنا باش نغطيو اسمع في الدار راني انا نعملها بيدي هكا تك 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 هو المنظر هذا المشعره هكيك باش تلقاها باش تخلي لك البلايص يبانوا معناها تحت منه بسكويمي يخلي الكارنيتور باينه من داخل الفور نتاعك سخون قداش؟ 170 حكايه 20 دقيقه ماكس هذه انت والفور وني نقول لك علاش انا راه نعطيهم لاستوس هذايا خاطر المراكز الطيب في دارها أي. من اكثر الحاجات اللي تخمم فيهم هي الماعون دونك هاكا علاش انا ماذا بيا كل شيء فرد معون ما نقعدش نمسخ ما نقعدش نمسخ هنا في احنا ما استعملناش برشا معون اي عندك البول والكسروله جوست هاكا علاش انا ديما نعطي دي بتيت زاستوس نتاع تنجم تعملوا زاد راهو بيديكم انا نستعمل برشا معون هنا انت انت هذاك لازم وراك ماكينه عبيد بارفي مانيفيك جوست باش نحطوهم في الطبق يعطيك الصحة شافوا باش يدخلوا لمدة 20 دقيقة 25 دقيقة 20 25 دقيقة شاف رجعت بحذاك مرحبا احكي لنا توا الكابيت السيجمون تاع لورانج وتاع بومبلوموس خرجنا اللي خرجناهم بك اي البقية عصرتهم عصرتهم اون جو اون جو اي فوالا توا باش نزيدهم رشة ملح ورشة صغيرة فلفل اكحل نزيدهم مشتركة على بقرصة. دونك هذايا فينيغريت بالقوارص. فوالا. فينيغريت اغروم. موز اغروم. نجمو حتى نزيدو شوية عسل كان نحبو اونكور بلوز. اللي يحب يعمل فوالا. والزيت نجمة. زيت شوية زيت نجمة. ديو بلوس. اللي تنجم تفوح منه سلايت معناها ابار انك تقلي تنجم زاد كيف تفوح منه سلاتة وباش نخدمها بال. هنا كان زدناها شويه موتارد موتارد لونسيان ولا موتارد ديجون تولي تنجم تسميها فينيغريت موتاردي داغروم تو ما بقى كان باش نزيدها السلاطه فوالا تو اللي انا طليت الكعب الحوت نورمالمون حضرت تشوفك المنظر المزيان ملاك تشمك الريحه البنينه حتى هوني اوبس واو شيف عالميه الحوته مع رشة المعدنوس جست نغطيها ونخليها نخليها المعدنوس يذبل شويه. اي. زيد يسيبك البنه نتاعو. ونسربيوها حتى هكا عطاوة. نخليها حتى هكا. فوالا ما تستحقش حتى شيء اخي. السلايطه نتاعك شاف مريقله راه. فوالا. شوفك المنظر مزيان ميلونج محلاه بين بين الخضره مانيفيك. وبين الغله وبين. مانيفيك شاف ما عندي ما نزيد يفضلك ربي يخليك على الغوسيت نتاع اليوم.
دونك نعاود من الاول جديد شنو عملنا؟ عملنا مع شيف امين عملنا دي تارت وتعلمنا اليوم دو تكنيك اللي هي التكنيك نتاع البات بات شو اسمها هذيك اللوتانيه؟ بات سكري بات سكري نتاع البات سكري الناجحه 100% تعلمنا زاده كيف كيف الكرمبل عملنا شويه غله كاراميليزي شويه توت ان غاردون مهم ياسر كل ما تعملوا غله كاراميليزي ماذا بيكم تقعد شاده روحها مع الشيف ايمن عملنا لوراتا على طريقه البيتزاولا بيتزاولا لوراتا بيتزاولا وعملنا كيف كيف السلطه هذه اللي بالكينوات نجموا تعوضوها بالبرغل حكينا فيه الموضوع دقيقه بلوتو مش دقيقه جوست لو طون اللي يتيبوا لي تارتلات نتاعنا ونتلاقاو توت سويت لي تارتلات نتاعنا طابوا وخرجت كل معجون ولا ما بين الابريكو ولانزاس لانزاس نشوفوا كيفاش باينه لهنا هذاك علاش قلت الكرامبل ماذا بينا يخلي البلاصه باينه جوست خرجناهم بردناهم شويه باش كي نديموليوهم ما يتكسرولناش خاطر ليكيد في الوسط هو ديجا ماهوش كل حاجه كيما الكريم داموند والحكايه تشد معناها فهمتني دونك خليوها مليح مليح تديمولا في عقلها معناها تبرد باش نجمو نعملو ديمولاج في عقلنا جوست فينيسيون خفيفه وهكا نكونوا كملنا الديسير نتاعنا هوني ام بتيت بول دو غلاس فاني من الفوق اي تنجم تعمل 66 كيف انترو طون نرجع بحذاك شيف واو واو هذا نتاعي سي تري سامبل انا هذوما بيل الحاجات اللي نحبهم واللي نشيخ عليهم هما تبدا سلطه كيما هكا فيها حاجات حلوه فيها حاجات مالحه فيها خضره فيها كما شفنا عملنا شويه كينوا عجبتني الطاوله ذي باش نحط عليها المنيو نتاعنا نتاع اليوم جوست عندنا لوراتا كنت نحي في الخطا نتاع لوراتا باش نشوفوا لوراتا نتاعنا باش نخليوها في الصحن نتاعها شايف هكا خليها هكاك اي خليها هكاك فرانشمون منظرها مزيان نثفولها مليح انا يعجبوني تو وليت دو بلوز اون بلوز نحب نسربي في الصحن اللي نطيب فيه سي بلو كونفيفيال يعطيك الصحة عايشكم امين يعطيك الصحة عايشكم ايمن يعطيكم الصحة انتم اللي تفرجوا علينا كل مرة كل جمعة على قناة نسمة نفرحوا برشا راهو كي تتفاعلوا معنا دونك نيزيتي با باش تمشيوا على الباج فيسبوك ولا الباج انستغرام نتاع الكوجينة وتخليوا لنا لي كومونتير نتاعكم وسورتو التصاور نتاع لي بلا الوصفات كي تعاودوهم في الدار كان عندكم اسئلة زادة كيف كيف تنجموا تتصلوا بينا يا جماعة نهاركم طيب خير هذا البرنامج برعاية وردة سرها المحبة بمساهمة ديليس الجوتا هي ديليس نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب نجمة راك حرة جولدينا محلاك محلاك يا لميمة لا كريمة تارتيني فانواز بنتها ما كيفاش فانواز حلوة منك